بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم نبدو إن شاء الله في الدرس الثامن، راح نعرفو البولي لاين من هاد لابار تاع الديسان، ونشوفو الفرق بين البولي لاين واللاين، وكذلك نشوفو مميزات البولي لاين. نشوف نختارو هنا بار اكزومبل لين، نفعلو هاد الأورتو باش نرسمو بالاف 8 ولا من هنا باش نرسمو مربع، خاص اورطو مميزاته كيما هضرنا في الدرس القادم باش يديلك زاوية قائمة. نجيو نختارو نرسمو مربع باستعمال لاين، طوله نديرو بار اكزومبل 400، اوكي نرسمو مربع 400. نجيو نغلقو هنا، يعني رسمنا هنا مربع باستعمال لين طوله 400. نجيو نرسمو نفس الشيء ولكن باستعمال البولي لاين، نفعلو هنا بولي لاين، نجيو هنا نرسمو مربع طوله 400 كما رسمنا في باستعمال اللين 400 على 400 400. هذا غير مثال، ودير اونتري. رسمنا زوج مربعات، واحد باستعمال اللين والثاني باستعمال البولي لاين. الفرق بيناتهم هو هنا كي نجيو للمربع اللي رسمناه بالبولي لاين يظهر على شكل خط متواصل، لاحظتوا على شكل خط واحد، يعني كاع المربع يتسلكسيون على شكل خط متواصل. على العكس في المربع اللي رسمناه باللين كل خط وحده، يعني خط غير متواصل مع الخط الاخر، يعني كل خط وحده. هذا هو الفرق بيناتهم، والفرق غادي يظهر اكثر من نستعملوه هنايا لا بار تاع موديفيكاسيون ديكالي ولا ديبلاسي ولا روتاسيون. ولا بار اكزومبل نستعملو ديكالي، نجيو هنا عند المربع اللي رسمناه بالليل نديرو اوكي نختاروه، نديرو بار اكزومبل 200. لاحظتو كاع المربع ديكالا ب 200. على العكس وكان نستعملو ديكالي لهذا المربع يعطينا، نديرو اوكي يعطينا كل خط وحده، ما نقدوش نديرو ديكالي كاع لهذا المربع، يعطينا كل خط وحده. نختارو هذا بار اكزومبل 200، لاحظتو ديكالا غير الخط هذا، خط ماهمش متواصلين، يعني في البولي لاين خط متواصل مكننا باش نديكالوه كاع، وفي المربع اللي رسمناه باللين كل خط وحده، يعني نديبلاسو نديكالو بالخط الواحد. يعني هذا هو الفرق بين البولي لاين واللاين. نجيو هنا نشوفو مميزات البولي لاين، نجيو نكليكو على بولي لاين، نختارو نقطة، يعطينا هنا لتحت منيو تاع البولي لاين، يعطينا هنا لونغور، هادي لونغور اللي تبغي ديرها الطول اللي راك باغي، يعطينا هنا باغ اكزومبل ارك. هنا نتحكمو في البولي لاين كيما نبغو، نديرو ارك، نختارو لونغل تاعنا، نديرو باغ اكزومبل 45، نديرو اوكي. لاحظتو البولي لاين عطانا على شكل ارك، في لونغل تاعها 45، يعني مميزات ملاح ويبقى في خط متواصل. لاحظتوها يعني شحال من خط، شحال من ارك في على شكل خط واحد. جو نختارو ميزة اخرى، نعاودو نختارو بولي لاين، ندو نقطة هنا نختارو هادي دومي لارج. هادي دومي لارج تدي زعما هنايا نقطة البداية والنهاية، العرض تاعها السمك. ندو باغ اكزومبل 50، هادي الديبار، لاحظتو هنا مكاتبين لتحت دومي لارجور دو ديبار. نجو ندوها 50 باغ اكزومبل، وهنا دومي لارجور دو فان تاع لا فان نديروها باغ اكزومبل نديرو 500. لاحظو هاد الخط يبدا العرض تاعه فيه 50 و لا فان 500. وكان نديرو بلا سوري، كليكو على لاغوش تاع لا سوري، يواصل في 500، يعني غير البداية 500، لا فان توجور تقعد غير البداية تكون 50، لا فان توجور تقعد 500. لاحظتو يعني فيه مميزات ملاح هاد البولي لاين. هذا هو الفرق بين البولي لاين واللاين، وشفنا مميزات البولي لاين. فيه شحال من ميزة، يعني ميزة يساعدونا في الرسم. نتوقفو هنا، نواصلو الدرس القادم. السلام عليكم ورحمة الله.